كابتن عادل، تظل الامور كما هي في تصدر النادي الاهلي، ولكن كمان شباب بلوزداد تقدم خطوه فاصبح الان في المركز الثاني. المركز الثاني طبعا، لكن النهارده انت تبقى سعيد بالبنت لاول مره اقولها لك، يعني خلينا نبقى منطقيين. انت بتتكلم على ترتيب الاحداث كلها اللي كانت ضد النادي الاهلي، اللي هو يمكن شباب بلوزداد نفس الموقف، لكن لا لعب مباريات كتير وجاهزيه اكتر وما عندوش عدد من اللعيبه الدوليين كتير قوي. لكن النادي الاهلي بعد 50 يوم يرجع بالشكل ده، ممكن تكون في اخطاء تكتيكيه جوه الملعب، ولكن في الاخر انت عملت اللي انت عايزه، انك انت خدت البونت اللي انت عايزه، لانك انت رايح مدياما مباراه صعبه بره برضو، يمكن انت محتاج فيها انك انت تعمل نتيجة إيجابية، لا مكسب لا تعادل، برضو تقدر تكسب يانج أفريكان زي هنا، ممكن توصل لأنك أنت تبقى أول مجموعة. وأول مجموعة دي ضروري جدا علشان المجموعات كلها كابتن أيمن، لأول مرة في فرق رجعت تاني بشكل جيد جدا، يعني فرقة زي أسك رجع بشكل قوي جدا، أسك موموزا عندها 10 بونت في المجموعة بتاعتها، رجع بشكل كويس، بيتلو اتلتيكو رجع بشكل كويس، غير طبعا سان داونز ومازيمبي. سان داونز كالعاده ومازيمبي كمان، مازيمبي يمكن مازيمبي هو الاول على سان داونز، 7 نقاط وسبع نقاط. وعندك في اخر حاجه اللي هو الثاني بتاع بيتلو اتلتيكو هيبقى الترجي عنده 5 بونت، عندك النجم عنده 4 بونت، عندك الهلال عنده 4 بونت، يعني مجموعه متشابكه برضه. لكن انت تقدر تقول النادي الاهلي دائما في دوري المجموعات، واحنا اتكلمنا فيها وقتلناها بحث، النادي الاهلي في الفتره دي من السنه بيبقى مضغوط جدا، لانه عنده لعيبه دوليه، ودي سمه الفرق الكبيره، اللعيبه الدوليه. انت بتيجي بقالك 3 سنين، حتى اللي خدت فيهم البطولات في المجموعات اللي انت خدت فيها، بتطلع في المجموعه بشق الانفس، يعني ليه؟ في اخر مباراه ليه يا كابتن؟ علشان عندك كاس عالم للانديه، انت بتلعب مباريات اكتر، عندك لعيبه منتخب بتروح. السنه دي كمان كان في مشكله كبيره قوي، انك انت كان في امم افريقيه، فانت لازم يعني تلعب تجاري، يعني اللي هو ايه اللي هو في الدوري المجموعات. انا لما خدت البطوله السنتين اللي فاتوا، حد سال على دوري المجموعات احنا صعدنا ازاي وصعدنا اول ولا تاني، مفيش الكلام ده. فانت بتعمل في الوقت اللي انت فيه مباراه النهارده، انا من وجهه نظري مكسب انك انت تطلع تعادل، للاسف انا بقول كده. لا مش عايزين نقول مكسب، بس النتيجه مش وحشه. لا بص يا كابتن، لان النادي الاهلي ما تعودش ان التعادل بالنسبه له يبقى مكسب. بص يا كابتن احنا الا لو هيأهلك. لا احنا بص يا كابتن احنا بنتكلم يعني معطيات كوره، على الظروف اللي موجوده. لا مكسب انك انت تطلع، حتى الاجواء النهارده والجو والمطر والجمهور قوي جدا برضو، ده مكسب كبير. تعادل مش وحش. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه انك انت بتروح لهدفك، انت رايح انت بتشتغل مع فرقه مش قليله، انت يعني بلغه الكره همتها هي كان عندها امل النهارده ان تكسبك علشان تركب المجموعه بلغه الكره، علشان بعدين عندها مباريات صعبه. انت كمان عندك اهم مباراه انا في وجهه نظري، مدياما الغاء. صح طبعا. انت ممكن تنهي المجموعه، يعني ان شاء الله لو رجعت بمكسب تتاهل منها، من غير المباراه الاخيره. فعشان كده انا بقول لك التمهيد لانك وصولك لتصدر المجموعه دي حاجه جيده. الحاجه الكويسه اللي انا شفتها النهارده، رغم الاداء ما كانش في احسن حالاته، لكن الناحيه الدفاعيه انت بتتكلم على، زي ما الكابتن ماهر قال كلمه مهمه النهارده، كمان ما حسيتش ان انت ناقصك الشناوي، عندك مصطفى شوبير جون كويس، يعني انا قاعد مرتاح يعني، وده مكسب كبير النهارده على فكره. يعني صحيح. انت مكسبك الكبير انك انت تكون خلاص، يعني حتى دي انا ما بحبش اتكلم فيها ومش عايز حد يتكلم فيها، انه احنا خلاص عندنا جون كبير بيلعب، ما ولا في اختبارات ولا في اي حاجه ولا بتخاف ان هو يلعب، ده لعب فاينل افريقيا، لعب نهائي افريقيا. صحيح. لعب فاينل افريقيا، حتى الاختبار اصعب من ده. صحيح. ولعب فاينل افريقيا خلاص. أيوة. بقى متمرس، بقى جون كبير عندك للنادي الاهلي، وعندك لمصر ان شاء الله قدام يلعب في منتخب مصر. لكن في الاخر انت مكسبك كويس، انك انت اديت الناحيه الدفاعيه كويس قوي، انت كنت عامل ناحيه دفاعيه رغم ان كان في خطوره وكل حاجه، لكن في ظل الاجواء اللي انا بقول لك عليها دي، انت عندك كان تنظيم جيد. صحيح. لكن ما كانش عندك تنظيم الحته الهجوميه، ما قدرتش تنهي الهجمه بصوره كويسه، ما قدرتش وانت خارج وانت بتدافع ازاي تهاجم، انت كنت بتعمل ازاي وانت بتهاجم تدافع. صحيح. لكن ما عملتش العكس.